أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المقابلة الخاصة والاستثنائية مع دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، مع نخبة مختارة من الزملاء الإعلاميين والأساتذة في القنوات الفضائية العراقية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب أجمل الترحيب بدولة الرئيس. دولة الرئيس، أهلا وسهلا بك في هذه المقابلة. أبدأ منك مع نيابة عن الزملاء، أيضا أرحب بحضرتك. آخر ما تحدثتم به هو إعمار مدينة الصدر، وتتحدثون عن حكومة الخدمات، وأسميتم الحكومة حكومة الخدمات. هنا نتساءل ونتوقف، المواطن يقول هذا الحديث تكرر لعشرين سنة سابقة وحتى قبلها، شنو الفاصل؟ شو وقت رح يثبت لنا كمواطنين بأن الحكومة تعمل بشكل دقيق وصحيح على الأرض، ونشاهد ونلمس الخدمات لمس اليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. هو بالتأكيد كل العمل سواء كان ما يتعلق بهذا المشروع أو ذاك يعتمد على مبدأ الثقة وجدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة. عندما نأتي إلى هذا المشروع مثل ما تفضلت، نتذكر مشروع الذي بدأ في 2006-2007 10 في 10 تطوير مدينة الصدر، ومرة تشكل لجنة إعمار كذا، لكن المشكلة قائمة. مدينة الصدر اللي هي عادة الوحدات السكنية فيها تراوح من 100 متر إلى 140 متر، الآن القطعة الوحدة صارت ثلاث قطع، ثلاث وحدات سكنية، فتخيل حجم المشكلة. وهذا يعكس وين؟ على الخدمات الأخرى، على المدارس، على المستشفيات. يعني أنت ما عندك أرض حتى تبني مدرسة، والمستشفى هو نفسه سوينا له توسع. إذن لازم تفكر بحل جذري حتى تستوعب هذه الزيادة السكانية. في قرارات سابقة لتشكيل هذه اللجنة أو المشروع تمت مراجعتها، وبدينا بإجراءات عملية. منها احنا بدأناها في مشروع السكن بشكل عام، كيف نوائم بين هذا المشروع المخصص لمدينة الصدر للتوسع في هذه المدينة مع أصل المشروع، مشروع السكن اللي قدمت الحكومة وإن شاء الله سينفذ قريبا. فوضعنا الأسس الصحيحة بدءا من الأرض والسيطرة عليها، مشكلة التجاوزات، ومرورا بتصفية العلاقة مع الشركة المصممة، وانتهاءا بالوصول إلى قناعة يجب حسم الأمر باجتماع قريب إن شاء الله في اللجنة الخاصة بهذا المشروع. نحن جادون في تنفيذ هذا المشروع لأنه ضرورة وحل لكثير من الإشكاليات. واقع الحال يعني مو فقط المشكلة في مدينة الصدر، ما بعد مدينة الصدر، يعني أنت من في الطائرة وتتفرج، طبعا في الطائرة غير أنه في الميدان، تشوف حجم الإهمال، الوحدات السكنية المتناثرة العشوائية، نوعية شبكة الطرق قطعا ما فيها أي خدمات بنى تحتية. فهذا يعني مكان ومواقع غير لائقة لمواطن عراقي يعيش في العاصمة بغداد في بلد مثل العراق. إن شاء الله يلبس المواطن الجدية مع مرور الوقت مع خطواتنا العملية اللي راح تتسارع في الأشهر القادمة. عدا عن هذا المشروع، عفوا دولة الرئيس، كم مشروع في بالكم حتى تضعوها موضع التنفيذ سواء في ما تبقى من هذه السنة أو السنة القادمة؟ احنا قبل أن نتكلم عن عدد المشاريع علينا نتكلم عن القطاعات. يعني نتكلم عن سكن عند مجموعة مدن تكمل تباعا كإجراءات إدارية، تشكيل بلدية، أكو التفاصيل. يعني شلون اللي يروح يطلع له جنسية لازم ياخذ المستمسكات، فتكون تهيئة هذه حتى تقدر تباشر في تنفيذ مدينة سكنية.
تقدر تباشر انه توجه دعوه لشركه وتقول لها تعال دفف، هذه المتطلبات لازم تهيئها. نعم. فهذا ما يخص السكن، البنى التحتيه، القطاعات الاخرى، كم هائل من المشاريع، لكن دائما انا اقول توجيه هذا الاخوه في مجلس الوزراء انه خلي نحافظ على الاولويات. ملفات الدوله كثيره وسقف التوقعات بدا يرتفع، هذا مؤشر ايجابي لكن بنفس الوقت يعني سلاح ذو حدين، لان اصل المشكله المصداقيه. كن مع المواطن نقول له احنا راح ننفذ المشروع الفلاني، فخلي نركز عليه، من يتنفذ هذا ينطي امل للعموم المواطنين انه فعلا هذه الحكومه جاده تتنفذ مشاريع مثل ما قاعد تعلن. نتمنى لكم التوفيق في أعمار مدينة الصدر وكل العراق. مرحبا بك مرة ثانية دولة الرئيس. خليني أسأل عن الموازنة الثلاثية، يؤخذ عليها أن فيها عجز كبير خالية من رؤية حكومية لتعظيم إيرادات الدولة والتركيز على النفط فقط، إضافة إلى أنها استنزاف لأموال الدولة. هو أصل الموازنة الثلاثية جاء من خلال قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، يعني في سند قانوني كان ما متوفر، لذلك كنا نلجأ للموازنة السنوية. هذا واحد. اثنين، اليوم كنا يعني بما فيهم المواطن قبل لا تكون المشكلة مشكلة الوزارات، احنا دائما نوصل للشهر 11، نهاية الشهر 11 تصاب الوزارات بالشلل، حتى المواطن يراجع يقول له عود على الموازنة. هذا أبسط رد، ننتظر الموازنة، ندخل للسنة الجديدة راح يشرعون الموازنة، خلينا ننتظر تطلع من الحكومة تروح للبرلمان، فالعملية كلها مو أقل من 6 أشهر. في كل سنة الدولة تخسر 6 أشهر، 6 أشهر عمر زمن مشروع في كل دول العالم في كل القياسات، 6 أشهر طبعا في كل السنوات. هسه خلي نراجع كل الموازنات، 6 أشهر انها نخسر فترة طويلة. لكن هل هذه الموازنة الثلاثية راح تحد من الفساد وسيطرة الأحزاب، بعض الأحزاب على مثلا محافظات موازنات الوزارات مثلا، أم راح تفتح المجال لفساد أكبر؟ نعم، حتى نجاوب على الشق الأول وبعدين ننتقل، لأنه هو الفساد راح يتواجد بموازنة أو بدون موازنة. زين. إذن عندنا حاجة أنه نروح لموازنة متوسطة المدى، فيها رؤية، فيها مشاريع. أغلب المشاريع اللي طارحيها الآن في الموازنة مشاريع الكهرباء، مشاريع المستشفيات، مشاريع الصحة الأخرى، مشاريع الخدمية، كلها تحتاج سنة سنتين ثلاثة معدل، إذن ديمومة واستمرارية. موازنة ثلاثية يعني استقرار مالي، يعني رسالة إيجابية للقطاع الخاص. كل المؤسسات المالية الدولية دائما تنصح كل الحكومات السابقة أنه الوضع الخاص، الوضع العراقي الاقتصادي السياسي المجتمعي يحتاج موازنة متوسطة المدى. هذه الخلاصة دفعتنا أنه نتخذ هذا القرار ونذهب إلى الموازنة الثلاثية. في كل سنة طبعا وفق النص القانوني، السنة الأولى وجوبية والسنوات الثانية والثالثة استرشادية، يعني في نهاية السنة احنا نرجع للبرلمان، نرجع للبرلمان على ضوء التقديرات الإيرادات، لأنه ما ممكن هذه الإيرادات راح تبقى أسعار النفط، إيرادات أخرى، توزيعنا للموازنة مو كلها لهذه الوزارة أو تلك المحافظة، فإذا أكو إعادة للدراسة أو التعديل وفق ما نص عليه القانون. هذه الموازنة فيها رؤية، مو تفتقر إلى الرؤية، بالعكس واحد من أسباب تأخيرنا انه كيف نوائم البرنامج الحكومي مع الموازنه، وهذه الاشكاليه اللي رافقت كل الحكومات السابقه، انه البرنامج والمنهاج الوزاري في واد والحكومه وموازنتها في واد اخر. لا، هالمره احنا اولوياتنا 5: الفقر والبطاله، الخدمات، الاصلاحات الاقتصاديه، الفساد. الان انا مستعد كل اولويه اقول لك وين موجوده في
في الموازنة، وراح أخذ واحدة حتى ما أخذ الوقت. من أجي أقول مكافحة الفقر، عندي ثلاث أنشطة بالموازنة. أولاً التوسع في الشمول، عندنا بحدود 600 إلى 700 ألف راتب راح نشمل، وبدأ عملية البحث الاجتماعي. اثنين، حسنا بالمفردات البطاقة التموينية الموجهة لهذه العوائل، وهذا من زمان كنا نتحدث كون البطاقة التموينية تقتصر على فقط المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. إذن حسنا من الوضع الغذائي للعائلة الفقيرة، هذه الأرزاق الجافة اللي نسميها ما راح يشتري خارج الحصة اللي موجودة اللي هي كانت فيها نوعية وكمية. ثلاثة، انطينا إعانة نقدية للتلاميذ لأبناء هذه العائلة، وهذا جدا مهم حتى نمنع توارث الفقر في العائلة بالموازنة القادمة. عفوا، في هذه الموازنة. نعم، دولة رئيس. نعم، في هذه الموازنة نعطي لأبنائهم من التلاميذ والطلبة، وعندنا قوانين معطلة منحت التلاميذ والطلبة، نعطيهم حتى يكملون دراسة. إذا ما راح نخلي هذه العائلة الفقير تحرم من إكمال الدراسة، وهذا جانب مهم. أربعة، ضفنا صندوق دعم المناطق الأكثر فقرا وفق مؤشرات وزارته. إذا عندي معالجات، يعني بكرة أنا ما راح أتحدث أقول مكافحة الفقر وانتهت، لا، عندي معالجات عملية في الموازنة. ولكن بقيت الإيرادات نفطية فقط. نعم، هذا التحدي الثاني، وهذا يعني إحنا لا يمكن أن نعتمد فقط على مسألة النفط كإيراد وحيد، لازم نحسن من إيراداتنا واحد، ونخفض من موازناتنا أو صرفياتنا في مواطن أخرى. مثلا إحنا نستورد الغاز والكهرباء مو أقل من 10 تريليون بالسنة. ليش؟ إحنا بلد نفطي، الغاز يحرق، المشتقات النفطية، ليش ما نسوي مصافي؟ ليش ما نأهل المصافي؟ وعندنا أيضا عمل في هذا الجانب، هذا خارج الموازنة. احنا من بدينا في جولة التراخيص الخامسة وأطلقناها، ونستعد لجولة التراخيص السادسة وعقد توتال، هذه كلها بهدف استثمار الغاز حتى نقلل الأموال التي ترصد في الموازنة. قضية مكافحة الفساد، أينما تجد الأموال سوف تكون هناك أيادي الفاسدين ممدودة وتحاول استحواذ وعرقلة، وهذا تحدي، وهذه أيضا مهمتنا وتندرج ضمن ملف إجراءات مكافحة الفساد. حياك الله دولة الرئيس. رمضان كريم، الله يعينك هذا رمضان ويا هاي الصعوبات. وصفتم حكومتكم بأنها حكومة خدمات، ورفعتم شعار الخدمات. السؤال الأهم، هل وضعتم أولويات للقطاعات الخدمية في هذه الموازنة؟ ثم كيف ستزيل اللبس حول موضوع أن هذه الموازنة أغلبها تشغيلية فستحجب الكثير من هذه المشاريع؟ رفعنا شعار الخدمات لأنه مطلب جماهيري، تتذكر حضرتك. نعم، يعني حتى في التظاهرات، في مدى مقبولية المواطن للوضع السياسي لمشاركته في الانتخابات، احنا كنا نشترك في الانتخابات نحكي على العملية السياسية والمشاركة، يقول لي بلط لي هذا الشارع وفي الانتخابات وفي هذا الحديث، جيب لي محولة للمنطقة. وأنا بالعملية الانتخابية يعني أنا نائب فزت عن بغداد، كان همي أنه كيف أوفر خدمات للمواطنين حتى تكون رسالة أو برنامج انتخابي. شكل عندك حافز. نعم، طيب، وهو حافز للكل. نعم، إذن الخدمات هي أولوية وضعناها أمامنا، وبدأنا نعالجها من عدة زوايا. أولا خدمات سريعة من خلال الجهد الخدمي الهندسي، وتجربة نجحت وراح نعززها. اثنين، المشاريع المتلكئة وما أكثرها، عندنا مشاريع من عام 2012 وهي مشاريع خدمية. ثلاثة، المشاريع الجديدة اللي يحتاجها المواطن، اللي هي مركزية ولا محافظات؟ الاثنين. تمام، مركزية ومحافظات. وين نحتاج في هذه الخدمات؟ شنو الأولوية؟ انطينا أولوية للبنى التحتية وللصحة والكهرباء، ودخلنا في مجموعة أنشطة. كيف نواجه الموازنة التشغيلية التي أخذت الحيز الأكبر؟ الموازنة التشغيلية اليوم في موازنة الثلاث سنوات هي نتيجة، هي مو قرار الآن اتخذ حتى نرتفع في الموازنة التشغيلية، نتيجة لسياسة كانت مبنية على قوانين وقرارات
طيلة الفترة الماضية كانت تستهدف توفير فرص التعيين أو التوظيف الحكومة. تشوف عندنا قانون الشهادات العليا، قانون الأوائل العلوميين، المهن الطبية، قرارات لمجلس الوزراء 315، 192، قرارات كثيرة كلها كانت تصب باتجاه التعيين. موازنة 2021 كل من أمضى 5 سنوات بعقد أو أجل يثبت، لا جينا بقانون الأمن الغذائي قلنا سنتين. فمن جت هذه الحكومة أمام هذا الملف، قوانين، قرارات، مواطنين في الساحات في المحافظات، الكل يتظاهر يقول هذا القانون، هذا القانون ليش ما تنفذه أنت يا حكومة، وهذا التخصيص مالي موجود في قانون الأمن الغذائي وكذا. اضطرينا نذهب إلى، وهو كان جزء من معالجة يعني واقع مواطنين تعرضوا إلى الغبن. أنت من تجي للمحاضرين صار له 8 سنوات وهو تطوعا أو يأخذ لفتات الأجور، أنت أمام قرار أنه يكون تخفف من معاناته. اتخذنا هذا القرار، ارتفعت الموازنة التشغيلية. جوانب أخرى أيضا رفعت الموازنة، حفاظنا على استمرارية البطاقة التموينية وتأمين مفرداتها، التنامي الحاجة إلى الوقود حتى الشغل محطات الكهرباء، استحقاق القروض التي لم تدفع في السنوات السابقة كون ندفعها. فهذه كلها أدت إلى هذا العجز وهذا التضخم في الموازنة. معالجته بالتأكيد نحن بصدد كثير من المعالجات، قسم من عتها مريد نتحدث عنها، والقسم الآخر لا، لازم نكون صريحين مع المواطنين. اليوم لا يمكن أن تكون الوظيفة الحكومية هي فقط المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطن، يجب أن يكون القطاع الخاص. من المؤمل أن يتم التصويت في مجلس النواب على قانون التقاعد والضمان، أبدينا استعدادنا كحكومة نساهم بالصندوق حتى نوفر امتيازات للذي يعمل في القطاع الخاص بما يوازي ويساوي الامتيازات اللي موجودة في القطاع الحكومي، فضلا عن الإصلاحات الأخرى شلون نقلل الاستيرادات بناء على ما لدينا من موارد طبيعية وإمكانيات ممكن تغطي حاجة السوق. إذن هذه الإجابة كافية ووافية على من يعترض على تخصيصات تنمية الأقاليم أنها قليلة في هذه الموازنة. يعني إذا تريد تزيد التنمية يعني بالنقاش مع الأخوة خلي بحساباتك ترفع العجز. اثنين، المحافظات الآن عندها بحدود 8 تريليون، 8 إلى 9 الأمن الغذائي، وللأسف صرفها ضعيف ما تجاوز 10%. فعدها تخصيصات 4.5 تريليون بين البترو والتنمية، أعتقد كافية مع المشاريع، مشاريع الوزارات ممكن تغطي احتياجات المحافظات خلال هذه ما تبقى من هذه السنة. فرصة طيبة نلتقيك دولة الرئيس في هذا اليوم. الحديث عن الموازنة يقودني للحديث عن سعر الصرف. وخلال هذه الفترة نشهد والمواطن يشهد حالة انخفاض تدريجي في أسعار صرف الدولار، لكن ما زالت هناك مخاوف لدى الجمهور من احتمال تصاعد سعر الصرف من جديد وتصاعد مفاجئ ربما في الأسواق المحلية. هل إجراءاتكم كافية لطمأنة الجمهور بهذا الاتجاه؟ ثم هل بقيت من متعلقات من العراق بالتعامل مع الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالشروط التي وضعت فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية؟ تفضل. شكرا. كل ما يتعلق بتقلبات سعر الدولار هو كان نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والبنك المركزي في المرحلة السابقة مع الفيدرالي والخزانة الأمريكية. كان اتفاق مدته 2 سنين، انتهت 15/11/2022، يعني بعد أقل من شهر من مباشرة. احنا باشرنا 27/10. ف 15/11 استحقاق انه انتهت، وكانت كنا بمواجهة هذا وكان هو أول تحدي طبعا، التحدي والاستحقاق. صح. بصراحة احنا تحملنا المسؤولية وتبنينا
أن نمضي بإجراءات الالتزام بمعايير الامتثال للنظام المصرفي العالمي. احنا دائما ننتقد وحضراتكم في كل برامجكم دائما تتحدثون عن نافذة بيع العملة وما فيها وعليها، تجارتنا مشوهة، غسيل أموال، تهريب عملة، عدم موثوقية من مؤسسات المالية الدولية والمصرفية في النظام المصرفي العراقي بسبب هذه العملية المشوهة. لذلك الإجراءات بدأت، يعني الوقت ما كان يسعفنا، لكن بدينا بإجراءات مكثفة على صعيد الحكومة، البنك المركزي، القطاع الخاص. كان كل همي أنه أحافظ على أسعار المواد الغذائية، وانطلقنا بقوة لتأمين الخزين، وكنا ننزل مفردات حتى نحافظ على الأسعار لأنها تأثر على الشريحة الأكبر في المجتمع. مع مرور الوقت بدأت عملية التقبل الامتثال لهذه المعايير، الدخول إلى هذه المنصة الإلكترونية من قبل كل التجار، وبدينا نساعدهم. يعني هو التاجر يريد، هو من مصلحته يروح لهذا السعر الرسمي بدل ما يروح للسعر الموازي، لكن هو احتاج على تجارة، لا جازة استيراد، لا شهادة تسجيل شركة، لا ضريبة، لا جمرك، تليفون لابو الصيرفة يحول للدولة سين أو صاد تجي بضاعة حتى اسمه ما موجود، فشل بها الطلاب هاي اسمه وتعال يدخل بإجراءات فظلينا حتى لغينا إجازة الاستيراد، قلنا أنا ما أريد استيراد على المستندات. بدأوا يتأقلمون، شو هسه بدأ يرتفع عدد التجار اللي يروحون للمنصة، بدأ السعر الموازي راح ينزل، وراح ينزل بعد ينزل يرجع للسعر الحقيقي اللي هو 1320 إن شاء الله. إن شاء الله الدينار العراقي قوي، وضعنا المالي في أفضل حالاته. للأسف ما موجود هو حملة أو محاولة من بعض المضاربين، من بعض التجار اللي قاعد يأخذ الدولار من الدولة بالسعر الرسمي 1320 ويبيع السلع ويضربها ويكسرها على السعر الموازي، وهذا مو صحيح. يعني المواطن يقول شو الدولار نزل، السعر الرسمي نزل، والبضاعة نفسها باقية. إيه هذا بسبب بعض التجار الجشعين. عندنا إجراءات سواء كان يتعلق بالجريمة الاقتصادية ومتابعة ومراقبة ومحاسبة لهذا التلاعب ولهذه المضاربة. دولة رئيس الوزراء، أنا محمد شيخ فاتح من أهلاً وسهلاً شبكة رداوة الإعلامية. حول سوق العملة وسعر الصرف، سؤالي هو هل لديكم رؤية واضحة لحدوث، يعني إمكانية حدوث الاستقرار أكثر من حاليا؟ يعني هل يتحقق الاستقرار، وهل سيتم ارتفاع سعر الدينار مقابل دولار؟ نعم، لدينا ثقة كبيرة بالدينار العراقي. مثل ما ذكرت، الوضع المالي للعراق هو الأفضل منذ عام 2003 لعدة مؤشرات، وإجراءاتنا تسير بالاتجاه الصحيح. لا تخلو جلسة للمجلس الوزاري للاقتصاد أو مجلس الوزراء كل أسبوع من قرار باتجاه الإصلاحات الاقتصادية، تحسين البيئة الاستثمارية. هذا هو العامل المهم اللي يساهم في تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد، تفعيل قطاعات المحركة للاقتصاد، صناعة، تجارة، زراعة، سياحة. هذا مهم جدا لدولة تعتمد على النفط. الأسعار الصرف مثل ما ذكرت تتجه إلى الاستقرار، وسوف تستقر عند سعر 1320 يعني قريبا. تستغرق الوقت، يعني ممكن أسبوعين شهرين مع ممكن. استمرارية زيادة عدد التجار بالامتثال للمعايير ما راح يكون طلب على الموازي، لأنه ما عنده سعر متاح، سعر رسمي وإجراءات واضحة انسيابية في التدقيق، فتكون عملية فيها كثير من المرونة والسهولة فيختفي. ثانياً إجراءاتنا أيضاً في الحد من التهريب، وكانت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، لأن كان المنفذ الأساسي لخروج الدولار هو من خلال الإقليم، وأخبرنا الأخوة في حكومة إقليم كردستان بأدلة ووثائق
كانت تؤخذ هذه الأموال وتوزع على دول المنطقة حتى تغطي الحوالات اللي يلجأ لها التاجر اللي يبتعد عن السعر الرسمي. بدأ تعاون بهذا الأمر. أيضا هناك تعاون مع بين الحكومة الإقليم مع البنك المركزي في أن توفر فروع في الإقليم حتى توفر السعر الموازي للتجار اللي موجودين وحتى المواطنين اللي موجودين في الإقليم كردستان أيضا يكون لهم مسموح الحصول على الدولار الرسمي وفق الأنشطة اللي يعتمدها البنك المركزي في باقي المحافظات. طيب دولة الرئيس رحب بك من جديد وطال صيامك ويامك. الله يتقبلنا. قبل قليل تحدثت مع الزملاء على موضوع الموازنة، هاي مداخلة قبل ما ندخل ملف الفساد. يمكن البعض يقول بأنه جوهر الخلاف على الموازنة هو مو فني، هو سياسي. يعني هذا بالنتيجة، هل واجهت فعلا ضغوط سياسية من أجل تمرير الموازنة بصراحة أكثر؟ البرلمان يقول لك أو سلطة تشريعية يقول لك أنا يعني ضمانتي ويا رئيس الوزراء هي فقط الموازنة، أنا أعطيت له سنوات يمشي بضب الحكومة، شو راح أقدر أتعامل وياه؟ ما أخفي عليك هو أكو مخاوف، وأخطر شيء توصل العملية السياسية من نوصل إلى مرحلة أنه نخاف من النجاح. هذه مشكلة لأنها أخطر من العرقلة. أنت من تكون مع شركاء وعندنا هدف عندنا برنامج يفترض كنا نتسابق في تحقيق هذا الهدف. أنا عالجت هالمخاوف من خلال لقاءات وجولة مستمرة من النقاشات. إذا نبدد هذه المخاوف، أولا لا يمكن اختزال العلاقة بين الحكومة والبرلمان بقانون الموازنة. يعني هذا تسطيح تبسيط لبلد نظام نيابي. السلطة في مجلس النواب، شرعيتنا في مجلس النواب، كنا احنا حكومة وقضاء وكل العناوين الرسمية شرعيتها مستمدة من مجلس النواب اللي هو يمثل الشعب. هذا طبيعة وفلسفة النظام النيابي. فما تقول لي الحكومة علاقتها فقط مع مجلس النواب بالموازنة وتنتهي، مو صحيح. وين التشريع؟ وين الرقابة؟ بالتأكيد إن شاء الله نتجاوز مرحلة أنه الموازنة فرصة للابتزاز السياسي أو فرصة أن نضع مصالح هذا الطرف أو ذاك. الموازنة موازنة لكل العراقيين، موازنة ينتظرها الشعب، تنتظرها المؤسسات. كل الملاحظات والمؤشرات السابقة على عملية إعداد الموازنة وإقرارها يفترض نغادرها، ونحن نتكلم عن إصلاحات حقيقية ومكافحة فساد وتوظيف الأموال بالاتجاه الذي يخدم المواطن، مو يخدم هذا الطرف السياسي أو ذيك الوزارة تابعة لهذا الطرف خزين حصتها في موازنات سابقة وصلت إلى حد مشروع لشركة لفلان بالوزارة الفلانية خلوا له تخصيص ويصير لعب بالجداول. وأنا أتحدث وأنا كنت عضو مجلس النواب وأشرناه. إن شاء الله هذه ماكو وما تكون هي هذا الدافع أنه لهذا التشويش على أصل الموازنة وفكرة الثلاث سنوات. ومثل ما ذكرت أنا كل عام راح أروح للبرلمان كحكومة أقول لهم يا بابا ترى هاي الإيرادات مالها السنة، يعني 2023 إن شاء الله شهر 11 أنا هم راح أخذ أوراق وراح البرلمان أقول لهم ترى الإيرادات هلقيت، فريد نطي الوزارة هلقيت تخصيصات، المحافظة هلقيت تخصيصات، والقرار لكم. يعني مسألة طبيعية وواضحة ووضحناها للأخوة في اجتماعاتنا. إن شاء الله ماكو ضغوط، أكو حوارات وأكو تفهم من أغلب القوى السياسية والعملية تمضي بشكل صحيح. نتفق أنه جوهر الخلاف هو سياسي مو فني؟ شيء يعني أنا للأمانة وجدت أنه هذه المخاوف السياسية والبعض ملاحظات لا كان تدري هي تجربة جديدة. طيب فشرحناها بتفاصيلها. بعض الأخوة في اللجنة النيابية قالوا لي إحنا ما سامعين هذا الشيء فاكتب النيابة بكتاب رسمي. قلت لهم راح أكتب كتاب رسمي ودزه توضيح لكم. طيب ما يخص ملف مكافحة الفساد، بصراحة هناك مخاوف من استخدام هذا الملف لتصفية الخصوم. يعني على سبيل المثال
بس احنا عندنا شقين، ما يخص مكافحه الفساد ما يخص سرداد الاموال. مكافحه الفساد يقول لك هذا الملف راح يستخدم او بدا يستخدم كوسيله لتصفيه الخصوم او لضرب شخصيات بحد يعني بحد ذاتها من دون شخصيات اخرى بالرغم من عليها شائبات او تضخم بالاموال. هذا الشق الاول. الشق الثاني ما يخص سرداد الاموال، البعض يتحدث انه ملف سرداد الاموال هو بدعة. اول شيء العراق ما عنده اتفاقيات ويا اتفاقات ويا دول عديده ما يخص انه استرداد الشخصيات واسترداد الاموال، فما يقدر يطالب امواله ولا يقدر يطالب دين الشخصيات. فبالنتيجه هل فعلا استرداد الاموال هو بدعه لو راح يطبق تطبيق حقيقي؟ نبدي من البدعه. يلا. اولا هو مو بدعه، قانون. قانون وصندوق للاسترداد. يعني احنا قاعد نتحرك ضمن سياق قانوني. اثنين، العراق عنده اتفاق، عنده اتفاقيات. احنا طرف بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وهذا إلزام لكل دول العالم المنضوية تحت هذه الاتفاقية أن تلتزم مع العراق. وأنطيك فد معلومة، كل دول العالم أبداً ما تجامل وما تتساهل في قضية الفساد أبداً. اتلافة، عندنا اتفاقيات ثنائية، اتفاقية تسليم المطلوبين الأموال، البنك المركزي العراقي عنده اتفاقيات وصلاحيات واسعة جدا، أكثر يجوز أقول لك من صلاحيات مؤسسات الدولة في استرداد أي أموال من أي دولة. هذا الغطاء القانوني هو اللي خلانا نتبنى مفهوم الاسترداد. احنا خلينا نتكلم على قضية مكافحة الفساد، هذه الآفة اللي متفقين على خطورتها من 2003 واحنا نتكلم فساد فساد وملفات وكذا. طبعا إجرائيا الفساد من أصعب القضايا حتى تثبته، أوراق وكذا، إذا تريد تشتغل مهني. أما إذا تريد تشتغل وفق قرار 186 مال الرشوة للأسف اللي كان السمة البارزة للجنة 29 السابقة، هذا المؤشر السلبي على معالجة الفساد في المرحلة السابقة، 186 فلان انطى رشوه يعترف بطريقه معينه يثبت الافاده مالته ويروح للمحكمه. يعترف بطريقه معينه؟ نعم. يعني شلون بطريقه معينه؟ اخو تعرف انت كل زين وكل الاخوه الاعلاميين قضيه التعذيب اللي صارت والاكراه، هذه تحقيقات واحنا قاربنا على اكمال التحقيق في القضايا المنسوبه للمتورطين بتعذيب الموقوفين بتهم الفساد، وسوف تعلن النتائج إن شاء الله يمكن على مستوى صحف عالمية. ست منى يمكن أول واحدة أعلنت. وهذه قدنا أيضا لسؤالك أنه التعاطي مع ملفات الفساد يكون بطريقة مهنية مو انتقائية مو سياسية. إذا ننتهج هذا الأسلوب تنتهي مشروعية وشرعية هدفنا في مكافحة الفساد، ما أن مصداقية يصير. أنت هذا المثل تتحرك على هذا الطرف السياسي وذاك لا تغض الطرف عليه لأنه شريكك أو داعم للحكومة. وهذا أبداً اللي ما وهذا اللي هاي المخاوف هي الموجودة. أنا أتحدث أمام الرأي العام، أمام الشعب، كل توجيه لكل الأجهزة الرقابية، كل الأجهزة الرقابية، ديوان رقابة مالية الاتحادي، الهيئة، هيئة النزاهة، الوزراء، ماكو خطوط حمراء على أي ملف فساد في أي موقع في أي منصب تجاه أي شخصية. فقط اللي أريده من عندكم إجراءات قانونية مهنية مو تشهير وكذا. كملوا أوراقكم بكل إتقان ومهنية ورفعوها للقضاء، ولا تستعجلون، خلي القضاء يقول كلمته ويثبت ويتصادق. هذا توجيه وهذا واضح أمام هذه الكاميرا. الأموال تسرق حتى نوصل هنا الفاسدين، يراد لنا سلسلة إجراءات وكذا، والناس فقدت ثقتها بهذه الإجراءات. فليش ركزت أنا على استرداد الأموال؟ أفضل طريق للوصول إلى الفاسدين هو تعقب الأموال. الآن كنا ننادي في مبدأ من أين لك هذا، مو هو هذا اللي وصلنا. أنت شلون اجتك هذه الفلوس؟ عندك مصدر دخل معروف،
كذا سنة، هل قد راتب، جاك ورث، جتك تجارة، ما تقبل خطأ، نحسبها. هاي الأموال شلون ضخمت؟ بنفس الوقت قاعد نشوف كل من تبوأ موقع في المسؤولية مقدم كشف ذمة مالية. زين وين المشكلة؟ الفلوس وين راحت؟ راحت. أكو حواشي، أكو أطراف أخرى، فاسدين بدهم ينتبهون لهذا الموضوع فيحول الأموال لأسماء. بدينا بعملية تعقب هذه الأموال. أكو أسماء ما أريد أذكرها جبناها بهذه الطريقة، ما جبناها بالإجراءات المخالفات الإدارية اللي ارتكبها من كان في موقع المسؤولية، لأن هو حامي نفسه بالأوراق وبالكذا لكن من جينا شفنا الأموال، تعال عندك كذا مليار، كذا عمارة، وين دخلك راتبك هالقد؟ احترف ادوان. ولذلك وجهنا دعوة لكل أبناء الشعب أنه يكون عون إدنا في كشف هذه الشخصيات والأطراف اللي ضخمت أموالها بشكل مو طبيعي خلال هذه الفترة، حتى نصل إلى تحديد الفاسدين. استرداد الأموال هو الطريق الأمثل لمكافحة الفساد، وهو الطريق العملي بتقديري. دولة الرئيس حياكم الله، رمضان مبارك عليك وعلى من يشاهدنا وللزملاء أيضا، وإحنا على أبواب العيد هم نتمنى لك إن شاء الله عيد سعيد وتوفق في هذه المهمة. دولة الرئيس، جنابكم مع تحالف إدارة الدولة، يعني هناك برزت بالآونة الأخيرة، لا أسميها اختلافات أو خلافات، خلي أسميها توترات بهذه العلاقة. وأنا هنا أبحث عن أجوبة بصراحة غير دبلوماسية، وأبحث راح أراهن على صراحتك في هذا الموضوع. فستسألني تقول لي هل يعني ثمت معطيات؟ أقول لك نعم، هناك مصاديق ومعطيات، يعني جزء من عدة يتعلق بما ينقل عن حالة التشنج ربما بينك وبين السيد الحلبوسي. هناك أطراف من داخل الإطار تتحدث عن لديها ملاحظات سواء على الموازنة أو الثلاث سنوات وغيره، فهو واضح أن هنالك توتر بهذه العلاقة. أنا بصراحة أسأل دولة الرئيس، أنت تبحث على أن تتحرر من مرجعيتك السياسية المعرفة بإدارة الدولة؟ أبدا، أنا أحترم هذا الاتفاق الذي ساهم في استقرار سياسي ونتج عنه اتفاق سياسي بمبادئ عامة تم تضمينها في المنهاج الوزاري، صوت عليه مجلس النواب. وهذا الاتفاق مهم جدا لبناء الثقة اللي هي أساسا أيضا مفقودة بين القوى السياسية وبين المكونات. نتيجة التركة السابقة من الاتفاقات خصوصا عند تشكيل الحكومات. فائتلاف إدارة الدولة اليوم هو الائتلاف السياسي الذي يمثل حاضنة لهذه الحكومة، وهو ممثل في الحكومة في كل المواقع الرسمية. ماكو شيء اسمه خلافات بقدر ما هو وجهات نظر، سواء كان على الموازنة أو على مبدأ الشراكة. طيب، الموازنة واضح تحدثنا عنها، المخاوف اللي هي كانت أيضا جزء من هذا المشهد وأجبنا عليه يعني في حديثنا. الإشكالية بالشراكة، الشراكة هم لازم نعرفها. الشراكة خارج نطاق الدستور غير مقبولة. طيب، اليوم إحنا بينا اتفاق سياسي، هو الاتفاق السياسي رسم مجموعة التزامات تنفيذية وتشريعية. أستطيع القول وبكل ثقة الحكومة أكثر طرف متمسك بتنفيذ الاتفاق السياسي اللي هي الوثيقة السياسية. نعم. طيب، اللي موجودة في المنهاج الوزاري وصوت عليها البرلمان. نعم. ليش؟ أولا هي مجموعة تراكمات ومشاكل وملفات مؤجلة، إنجازها من قبل هذه الحكومة يحسب للحكومة. زين، اليوم أنت من تتكلم على الملف سين اللي صار لك كذا سنة وأنجز في عهد هذه الحكومة يحسب لهذه الحكومة. مين يعزز المصداقية أن هذه الحكومة مو اتفقت ووقعت وشكلوا الحكومة وعفوا الاتفاق السياسي مثل ما كان تتهم باقي الحكومات. فمسألة التزام الحكومة بالإطار السياسي المتمثل بائتلاف إدارة الدولة فضلا عن إطار تنسيقي و
بالاتفاق المثبت في المنهاج الوزاري هو التزام مبدئي وطني أخلاقي. أما التمدد خارج هذا الاتفاق السياسي هذا أمر غير مقبول. سأرى أدنى توضيح. بعض الشركاء يعتقد أنه الشراكة بمعنى أنه رئيس الوزراء ما يقدر يتخذ قرار وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف. بتقديري هذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات دستورية حصرية لرئيس السلطة التنفيذية كما هي الصلاحيات الدستورية للبرلمان، رئاسة الجمهورية، للسلطة القضائية. الحفاظ عليها هو جزء من الإصلاح السياسي، لأنه كثير من الانتقادات التي وجهت للعملية السياسية هو أنه أكو مكونات، ماكو شيء اسمه مبدأ، اسمه مبدأ المواطنة مثلا. زين، اليوم أنت تنتمي لهذا المكون، هذا المكون هو الكفيل بأنه يضعك في هذا المكان ويعفيك ويحاسبك ويحميك حتى وإن كنت مقصر. هذا المبدأ غير صحيح وما يبني دولة، وهذا كان جزء من انتقاد الشعب للعملية السياسية. علينا أن نحترم الدستور والصلاحيات، نحترم ما ورد في الدستور من مبادئ وخصوصا مبدأ المواطنة. ماكو شخص وصي على مكون بقدر ما هو ممثل في عملية انتخابية. كل المكونات والأطراف السياسية الموجودة في العملية السياسية أو خارجها طيب، محترمة وإلها رأي وإلها إسهامات في هذه العملية السياسية. يعني عفوا دولة الرئيس، إذا هذه المرجعية السياسية المتمثلة بإدارة الدولة إذا ما يشاركوك بالقرار أو أنت ما تشاركهم معاك في القرارات، لعدهم شنو تعريفهم لك كمرجعية سياسية؟ قرار مو اليوم رئيس وزراء يريد يتخذ قرار تنفيذي بتنصيب بإقالة بإعفاء يكون يرجع للمكونات، هذا مو صحيح وما متفق عليه. احنا عندنا ورقة اتفاق سياسي معلنة أساسها الدستور، الدستور يقول اكو صلاحيات واكو فصل بين المرجعية او المشاركة، انه هذا القوة السياسية في هذا الائتلاف تكون على بينة من الاتفاق السياسي وايضا من المسار العام للدولة في مجال العلاقات الدولية، في مجال الاقتصاد، في الخطوط العامة، مو بتدخل بالتفاصيل. نعم، هذا اعتقد تأسيس خاطئ ويفترض انه ما نستمر عليه. نعم، شكرا. مسرور جدا بالتواجد مع حضرتكم. اهلا وسهلا. معكم ناطق صلاح الدين، قناة تي تي في. ابقى في ملف الاتفاق السياسي تحديدا، لكن بجزئية احوال المدن المحررة، عودة النازحين، ملف تعويضات المتضررين من الضحايا. هذولا يعني أولويات تعتبر لشرائح عراقية لم تنفذ إلى الآن، بالتالي هناك خشية من عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. فيما خص هذه الجزئية، هل نحن أمام أزمة سياسية في حال عدم الاتفاق وتنفيذ البنود المهمة بخصوص هذه الشرائح؟ أبداً، هذا الموضوع يحظى بأهمية، فيه جنب إنسانية وطنية أخلاقية. للأسف جزء من التأخير في عودة النازحين هو بسبب عدم التنفيذ الصحيح لكثير من القوانين والقرارات. يعني بنتكلم عن عودة نازح وأنت ما منطي تعويض، ما موفر له السكن، ما موفر له الخدمات في منطقته حتى يرجع هو وعائلته وأطفاله ويمارس حياته اليوم، وكيف يرجع؟ ما موفر له الأمن بسبب بعض المشاكل المجتمعية في المنطقة، هذه فيها تلكؤ. يعني في التعويضات، واحد من أكثر ملفات الفساد هو في التعويضات، الناس ما لها أي علاقة بال ما تعرضت له المحافظات، أخذت تعويضات والناس المستحقة واللي مقدمة معاملة لحد الآن. أكو روتين وبيروقراطية في المعاملات بين اللجان الفرعية واللجان المركزية، قلة تخصيصات مالية، كلها مشاكل عطلت عملية إكمال هذه الاستحقاقات حتى يرجع المواطن لمنطقته. وضعناها في سلم أولوياتنا وتعمل عليها لجان لتدليل هذه المعوقات
حتى نمكن أهلنا من العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. احنا اليوم مو فقط النازحين في داخل العراق، وإنما بدأنا بعملية حتى مع الموجودين خارج العراق، خصوصا في سوريا اللي متواجدين في معسكرات. وجدنا من المصلحة أن نبدأ بعملية إعادتهم بعد التدقيق الأمني وبعض الإجراءات اللي تتعلق بإعادة إدماجهم بالمجتمع. هذه مسؤولية وطنية تجاه المواطن العراقي في الداخل والخارج. احنا دائما نسمع من في الأخبار أو من المسؤولين عن هذا الملف بأنه سيغلق ملف النازحين وما إلى ذلك، لكن السؤال مع هذا كل اللي ذكرته، متى سيغلق فعليا؟ يعني هل قريب أو هناك عوائق معينة؟ خل أضيف لك، أنا ذكرت هذه المشاكل، إذا لأن هذه المشاكل راح تسبب العملية. قسم من المواطنين استقروا في بعض المحافظات خصوصا في إقليم كردستان، يعني هو ما يرجع، وهذه عن بحث مو قال الراوي. صحيح. فهذه إذا تريد نخليهم ضمن خانة أنه عدم الرجوع، لا أنا أقول لك ما يرجع، هو استقر خدماتيا وضع المعيشي اقتصاديا. قسم من النازحين يعني مثلا نتكلم عن ملف سنجار، سنجار يراد له ترتيبات سياسية أمنية حتى نهيئ عملية عودتهم وهم بكثرة في الأقليم بحدود 200,000. هناك اتفاقية وهناك عمل يتم إنجازه إن شاء الله قريبا من خلال اللجنة اللي عدنا تشكيلها والتفاهمات اللي موجودة. يعني أكو أماكن قاعد نعالجها بيها مشاكل أمنية، فيها مشاكل في التعويضات مثل ما ذكرت. الجنب المهمة المواطن يريد تعويض حتى يرجع بيته مهدم، أنت يرجع وين يرجع؟ هو هسه قاعد بخيمة، قاعد بمكان يجوز مفرط له هذا الوضع الخاص، لكنه في منطقة تفتقر إلى الخدمات، دور مهدمة، عدم وجود مصدر معيشي. هذه قضايا حاكمة في مسألة العودة. هل كل الأطراف موافقة على هذا الاتفاق؟ لا يوجد رحم، هذا جزء من الاتفاق السياسي والكل ملتزم به. شكرا. دولة الرئيس، حول علاقات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية، لدي عدد من الأسئلة التي أطرحها على جلابك الكريم. السؤال الأول ما يتعلق بمسألة النفط، أو في معظم الأحيان معضلة النفط بين حكومة إقليم كردستان وحكومة الاتحادية، يعني أكثر من 25 يوما وتصدير النفط متوقف بالرغم من الاتفاق بينكم وبين حكومة إقليم كردستان، لكن تصدير النفط لم تستأنف بعد. لماذا؟ يعني هل تم توجيه رسالة من العراق إلى تركيا؟ وهل تلقيتم أي رد رسمي من الجانب التركي حول السبب عدم استئناف تصدير النفط؟ بعد قرار محكمة التحكيم الدولية جاء اتفاق 4-4، وهو اتفاق مهم ينظم العلاقة أساساً التي ساهمنا في تنظيمها من خلال المضامين اللي وضعناها في موازنة، مشروع موازنة 2023-24-25. الاتفاقية طبعا الضرر يصيب الجميع مو فقط الإقليم، احنا نتحدث عن فقدان إيرادات ل 475,000 برميل يوميا، فهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية. وبالتالي علينا أنه نسعى ونذهب إلى اتفاق، وهذا ما حصل ولله الحمد، كان هناك تفاهم وحوارات. ما بعد الاتفاق هناك قضايا إجرائية، تعرف أكو أمور قانونية، أكو عقود، أكو شركات، أكو توقيع لعقود البيع، هذه هم تخضع لنقاشات. لله الحمد حسمت، يعني يفترض اليوم أو بكرة نذهب إلى توقيع العقود بين سومو مع الشركات النفطية، وحتى يتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير. متى سيتم استئناف التصدير؟ يعني ممكن أكو وقت؟ يعني بمجرد توقيع العقد يفترض اليوم أو بكرة، بنفس الوقت أن يتم إشعار شركة بوتاش التركية أن تستأنف التصدير. يعني ممكن في هذا الأسبوع، ممكن إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. دولة الرئيس، يعني بسبب إيقاف تصدير النفط لا تستطيع حكومة إقليم كردستان تسديد الرواتب. نعم. سؤالي هو من سيكون مسؤولا عن تسديد الرواتب الموظفين والمتقاعدين؟ يعني جنابك المحترم
هناك قول مأثور يقول قطع العناق ولا قطع الأرزاق. نحن الآن في أواخر شهر رمضان المبارك، يعني ألا تريد أن تقدم بشرى سارة لمن ينتظرون الرواتب في إقليم كردستان؟ المسؤولية إحنا المسؤولين، ولا ليست مكرمة ولا بشرى، واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء كان في الإقليم أو في أي محافظة، وهذا ما تعمل عليه يعمل عليه مجلس الوزراء إن شاء الله خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. سؤال حول موضوع الموازنة، يعني هنالك حديث حول بعض الأطراف التي ترى أن حصة إقليم كردستان في الموازنة مرتفعة، هل هنالك احتمال بتغيير الحصة أو تقليصها؟ يعني ممكن، أعتقد النسبة هي نفسها 12.6، ماكو شيء مرتفع قياسا للسنوات السابقة. هذا النسبة اللي متفق عليها في قانون الموازنة. يعني أكو أصوات في اللجنة المالية النيابية إن حصة إقليم كردستان مرتفعة لازم تغيير حصة، يعني لا، هم قرأوا بعض الأرقام، يعني صححنا لهم قراءة خاطئة، وإلا النسبة الكلية وفق الجداول ملتزمة الحكومة ب 12.67، هذه النسبة نسبة الإقليم من الموازنة والحكومة ملتزمة بها، لكن بعض القراءات يقرأ جزئية يعتقد أنه هذه هي أكثر من الحصة المقررة. العفو دولة الرئيس، يعني الحكومة الاتحادية ملتزم بتسديد الرواتب الموظفين في، أنت قاعد تأكدها مرة ومرتين. أقول التزامنا كحكومة اتحادية تجاه مواطنين موظفين الكل في الإقليم وخارج الإقليم. نعم. دولة الرئيس، أستميحكم عذراً باستدراك بسيط حول ملف ائتلاف إدارة الدولة والاتفاق السياسي، ورقة الاتفاق السياسي. أطراف هناك تتحدث عن موضوع جرف الصخرة، العفو العام، مساءلة وعدالة. أطراف أخرى ترد عليهم. القول الفصل لديكم، كيف تنظرون لهذه الملفات الثلاث باختصار؟ هو ضمن الالتزام، ضمن ورقة الاتفاق السياسي، التعديل في ما يتعلق بقانون العفو، هناك تعديل لتوصيف المتهم بالإرهاب. طيب. وهذه قضية قانونية واستشرنا فيها القضاء، وحاليا تدرس ضمن اللجان. عودة النازحين أيضا هناك لجنة مشكلة بين وزارة الهجرة الجهات الأمنية. قانون المساءلة والعدالة أيضا رسم. القانون هو أصلا قانون انتقالي 10 لسنة 2008، آلية إنهاء عمل المساءلة والعدالة بعد أن تقدم هيئة المساءلة تقرير إلى مجلس النواب، تقرير نهائي، تقرير نهائي تقول أنا أكملت قاعدة البيانات، وعندها يقوم مجلس النواب بحل الهيئة. فهذه كلها إجراءات مرسومة وفق القوانين ومتفق عليها، والحكومة من جانبها فيما يتعلق بالتزاماتها تقدم تقرير شهري في كل اجتماع لائتلاف إدارة الدولة. الحكومة تقدم تقرير عن ما أنجز. آخر تقرير قدمناه كان نسبة الإنجاز 31%. خلال 6 أشهر. 6 أشهر. فتخيل أنت 31 خلال 6 أشهر. طيب. أنجز. وتقرير يعني هذا معلن داخل ائتلاف إدارة الدولة. هذا يؤكد جدية الحكومة اللي تحدثت عنها في تنفيذ الاتفاق السياسي. طيب. هذه ما يسولفون السياسة. ما يسولفون شو السياسة. طيب أرد أنتقل وياك دولة الرئيس لملف أو محور التعديلات الوزارية. هناك أطراف تنفي أن هناك تعديل وزاري مرتقب، وأطراف أخرى ترجحها. هل منح دولتكم فعلا مهلة محددة قريبة للوزراء المتلكئين الغير فاعلين بخصوص تغيير، خصوصا بعد العيد، وكذلك حتى موضوع المحافظين وآلية التغيير؟ من تتحدث عن برنامج برؤية وتعد خطة وتيجي تنفذ، أكيد لازم عندك متابعة وتقييم، وإلا إذا ظل أنت تتمسك بالخطة وبنفس الأدوات وما تتقدم في التنفيذ راح تمر مرور الكرام وما راح تحقق شيء. وهذه واحدة من إشكاليات السابقة على الأداء السابق، فكانت مجاملة. أوكي اتفاق سياسي، بس اتفاق سياسي هو أريد الأدوات الناجحة اللي تهيئ لي مقدمات التنفيذ.
يعني شلون هنا مثلا نحل أزمة السكن والصناعة والتعليم والزراعة؟ بالدعاء بالتمني، خطة وأدوات ناجحة وتنفيذ ومواقف وكذا. فكنت واضح منذ فترة التكليف وعند اختيار الوزراء وزير وزير، أخواني أخواتي أمامكم 6 أشهر للتقييم، وتقييم حقيقي مبني على معايير مهنية واضحة. على ضوء هذا التقييم هو يتحدد بقائك في الحكومة من عدم، وهذا مشمول فيه المحافظ وكذلك من بدرجة وكيل ومستشار ومدير عام. مدير عام انطينا 3 أشهر، 3 أشهر كافية للوزير حتى يعرف أدواته من المدراء العامي. طيب. واضحة وصلتنا الاستمارات، يعني البارحة واليوم قاعد ندرس باستمارات التقييم، ممكن يجوز هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي بعد العيد تبدأ الوجبة الأولى بتقييم المدراء العامية. طيب. الوزراء بعد انتهاء مهلة 6 أشهر من تاريخ إقرار البرنامج الحكومي سوف تبدأ مراجعة وسوف يكون هناك تعديل وزاري. يعني ما يشاع عن 3 أو 4 وزراء بعد قمة التغيير لحد لكن الآن؟ لكن التعديل مثل ما ذكرت لحضرتك التعديل مبني على أسس مهنية صرف بدون جنبة سياسية. أنا أريد بصراحة أدوات ناجحة حتى أنفذ البرنامج، وإلا أجامل وزير يتقاعس أو ما عنده إمكانية ينهض بوزارته، هو مو القضية شخصية، نقول له جزاك الله خير هذه إمكانيتك، افسح المجال لغيرك خليه يقدم. طيب. والوضع العام للبلد لا يسمح بالمجاملة أبدا أكثر. مو هالمجاملة. طيب. بين مزدوجين دولة الرئيس الدبلوماسية المنتجة مفهوم يعني عكس مسار الحكومة في العلاقات الخارجية وحتى التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي. أنا أسأل حضرتك عن الشراكات اللي تعقدها الحكومة وفقا لهذا المفهوم مع المحيط الإقليمي والدولي، هل الفرصة متاحة للعراق لبناء شراكات يعني قوية متماسكة بعيدة المدى شرقا وغربا، أم أن العراق محدد ضمن مسار معين للتعامل مع هذا النوع من الشراكات؟ والحديث هنا بالخصوص عن مشروع الحزام والطريق اللي كثر الحديث عنه، وأن العراق غير ملتحق أساسا بهذا المشروع، وأن العراق خارج هذا المشروع، فما مدى صحة كل هذه الأحاديث عن هذا الملف؟ وهل فعلا العراق لديه شراكات كبيرة بالغة يعني وعميقة ربما ستكون ثمارها مستقبلا ستظهر؟ نعم، ابتداء احنا في فترة التكليف والدراسة وجودنا بمواقع المسؤولية قبل لا أكلف في هذه المهمة، أنا تشخيصي أصل المشكلة في العراق مشكلة اقتصادية صارت تبعات اجتماعية أدت إلى هذه المظاهر من الفقر والبطالة وسوء الخدمات. فمتى ما احنا حسنا من واقعنا الاقتصادي ينعكس ذلك على رفاهية المجتمع. حتى توصل إلى هذه النهضة الاقتصادية أكيد راح تعتمد على ما لديك من موارد، وبنفس الوقت عليك أن تعتمد على المحيط الإقليمي والدولي بشكل عام أنه يكون عون لك في النهوض بواقع الاقتصاد. من نسمع دول المنطقة والعالم كلها تتحدث بملف الاقتصاد، لأن هو الملف الطاغي على المشهد، خطط تنمية، اتفاقيات، حتى الحروب هم جاءت بعد خلفيات اقتصادية، حتى التسويات الحالية جذورها اقتصادية. التسويات الآن مجرد يصير تقارب رأساً يفتح مشروع اتفاقيات ومشاريع شراكة. إذن الاقتصاد عامل يساعد في تقوية العلاقات السياسية لأي بلد. طرحنا مصطلح الدبلوماسية المنتجة أنه إحنا ممكن نقضي الوقت كله نسافر هنا ونروح لهنا ونجي لهنا وناخذ صور ونوقع مذكرات وزيارات وناخذ وفود، بس اللي قولت النتيجة شنو؟ قبض شنو؟ قبض شنو؟ وين الشيء الملموس؟ كل زيارة قمنا بها لأي دولة كانت بهدف وبتخطيط، ما كانت بروتوكولية أبدا. كان أكو فريق يعد المرة رايحين لأي دولة، ألمانيا شو عندنا مع ألمانيا 1 2 3 شنو المتطلبات هيئوها. يعني على سبيل المثال ألمانيا قالوا زيارة حالة حال الزيارات، كل رؤساء الوزراء راحوا ووقعوا نفس المراسم.
كل شيء ما حصلنا مثل ما يقول وما حصلنا شيء. لا احنا قبل نروح قلنا احنا عندنا ملف الطاقة مع ألمانيا بالدرجة الأساس، شو يحتاج هذا الملف؟ قال التخصيصات مالية. هيئنا التخصيصات المالية، رصدناها، طينا الموافقات، قمنا بالزيارة، وقعنا مذكرة التفاهم، بعد شهر وقعنا عقود. هذا أكسبنا ثقة ومصداقية عند الجانب الألماني، لأنه أيضا من قعدنا معهم ذكرونا قالوا إحنا كثير اتفاقيات وقعنا معكم ماكو شيء، وهي بصراحة مخجلة. فإذا المصداقية وتحديد الرؤية وين تيجي تروح. قضية طريق التنمية، طريق التنمية أنا قاعد أتحدث عنه اليوم وراح أتحدث عنه في كل يوم، مو مشروع خاص بالعراق، مشروع للمنطقة والعالم. صحيح، يعني وفق قراءة الاستشاري الإيطالي ثقل التجارة العالمية خلال 40 سنة القادمة راح يكون هو هذا الممر. هاي دراسة من مستشار قاعد يشتغل لنا على هذا المشروع، مو حديثي أنا أريد أسوق الإعلام. هؤلاء ناس مختصين يقدمون رؤية لهذا المشروع وأهميته للمنطقة. إذن تحركنا على دول المنطقة المعنية الراغبة اللي اعتنية بالاستثمار، دول شقيقة صديقة، وصلنا إلى تفاهم أولي. من المؤمل أنه بعد عطلة العيد سوف يعقد هنا في بغداد مؤتمر يضم وزراء النقل لدول الخليج ودول المنطقة للحديث بالتفصيل عن هذا المشروع، اللي هو مشروع الحزام والطريق، الذي هو يربط ميناء الفاو بتركيا مرورا إلى أوروبا، وإكمال المدينة الصناعية الكبيرة اللي هي أكبر مدينة على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك إكمال ميناء الفاو. ميناء الفاو في سنة 2025 يتم إكمال الأعمال شركة دايو الكوري. لكن تسألني شهر 8 أو 10 2025 بعد إكمال هذه المشاريع يشتغل ميناء؟ أقول لك على هذا الوضع لا، يراد أكو مشروع مكمل، بعض المتطلبات إضافة إلى المبدأ اللي أنا متمنيه، أنه الشركات العالمية هي اللي تشغل، هي اللي تدير الميناء، هي اللي تمتلك الحرفية، هي اللي تمتلك السمعة اللي تشغل هذا الميناء. فإذا شو يحتاج لي؟ يحتاج من الآن أتفق حتى بالتوازي مع هذا المشروع. جميل. وصل لل 25 أنا مكمل المشاريع الخمسة، وبنفس الوقت رأسا أدخل على تنفيذ هذا المشروع. بالتوازي أيضا كون أشتغل على طريق التنمية في مكان منفصل، أنا ما قاعد أشتغل في موقع واحد. هذه كلها مو شغل شركات ولا شغل دولة واحدة، هذا إحنا الآن أمام ائتلاف لشركات من دول عدة، ائتلاف عالمي ينعكس بشكل إيجابي على كل الفعاليات الاقتصادية في العراق والمنطقة إن شاء الله. طيب خليني أرجع، اسمح لي دولة الرئيس، أرجع إلى الفساد. دائما تنبه حضرتك في أي مؤتمر في أي لقاء صحفي على حتمية محاسبة أي حزب وأي شخص ارتبط سابقا بسرقة أموال الدولة العراقية، إضافة إلى أنه إحنا ذكرنا قبل قليل انتهاكات لجنة الأمر الديواني 29 الخاصة بالحكومة السابقة. فيما لو ثبت تورط السيد مصطفى الكاظمي بأي من هذه الملفات، هل ستجرؤ هذه الحكومة على محاسبة رئيس وزراء سابق لأول مرة في تاريخ العراق؟ والله هي مصداقيتنا احنا الآن المتصدين في الحكومة في الوضع السياسي في مسألة مكافحة الفساد تعتمد على قراراتنا اللي راح نتخذها. هل تتغاضى عن مسؤولين كبار، عن شخصيات رسمية غير رسمية؟ هذه المصداقية. وما أعتقد لا المتحدث ولا القضاء العراقي ممكن يفرط بمصداقيته ويخذل شعبه في مسألة واستحقاق مهم يتعلق بأشخاص أيا كانوا في أي موقع ساهموا في سرقة المال العام أو التسبب في سرقة المال العام. إذا حافظنا على هذا المبدأ أعتقد هذا عامل مهم في بناء الثقة بين المواطن والشعب، وبنفس الوقت هو أفضل ردع لكل من يفكر بالتجرؤ
على المال العام، من يشوفون الكل مشمولة بالمحاسبة بالتأكيد راح تكون وقفة لهؤلاء. أتمنى لكم التوفيق دولة الرئيس. خليني أرجع إلى محور العلاقات الخارجية وأبقى في طريق التنمية والعلاقة بينكم وبين تركيا. فعلا كان الوفد وفريق الإعداد مهم جدا باصطحاب تركماني إلى تركيا وإشادة أردوغان بذلك في المؤتمر الصحفي، كانت التفاتة ذكية جدا ومهمة من العراق. بالنتيجة أردوغان وصف العلاقة بين العراق وتركيا بالصداقة الحقيقية. أنا كمواطن عراقي لا أصدق بأنها صداقة حقيقية، خصوصاً بقصف تركي مستمر على أراضي عراقية وسقوط ضحايا وأبرياء على طول مدار السنة دائماً. للأسف هذه الحوادث اللي حصلت هي بالتأكيد إخلال بالسيادة، ما نقدر نعطيها أي تفسير، ليس من باب التبرير لهذه الأعمال، لكن الدستور العراقي كان واضح في أن الحكومة والدولة أن تعمل على أن لا تكون الأرض العراقية منطلق لأي جماعة تهدد أمن دول الجوار. الوضع الذي مر به العراق منذ 2003، معاركنا مع الإرهاب، أفقدنا التركيز والسيطرة على حدودنا، ساهم في نشوء وتواجد مجاميع مسلحة استغلت هذه الحالة وبدأت تهدد أمن دول الجوار وخصوصا تركيا. علينا الآن أن نسيطر على حدودنا، نضبط هذه الحدود، نمنع تسلل ونحافظ على ما موجود. إذا كان موجود بصفة لاجئ يتواجد كلاجئ وفق القوانين المحلية والدولية، ما مسموح لأنه يستخدم وجوده ويقيم معسكرات ويبدأ بأنشطة مسلحة. وبنفس الوقت نبدأ حوارنا مع الجارة تركيا في تنظيم هذه العلاقة، وهذا ما حصل سواء كان على صعيد اللجان الثنائية أو على صعيد زيارتنا. تركيا من مصلحتها بناء علاقة طيبة مع العراق كما هو الحال بالنسبة للعراق، هناك مشتركات كثيرة تاريخية اقتصادية أمنية، ملف المياه يحتاج نوع من العلاقة الطيبة والتفاهم والحوار، استمرارية الحوار حتى نصل إلى نقاط مشتركة تعزز علاقتنا وتعالج هذه الملفات، وهذا ما نعمل عليه إن شاء الله. إن شاء الله. هل سيعتبر العراق حزب البككة منظمة إرهابية كما وصفها أردوغان في المؤتمر؟ هذا خاضع لسياقات قانونية، لكن أي جماعة مسلحة تهدد دول الجوار تستخدم الأراضي العراقية بالتأكيد هذا عمل سوف نتعامل معه وفق القانون ووفق صلاحياتنا ووفق الاتفاقيات الدولية. أي لاجئ موجود في العراق يجب أن يخضع للقانون العراقي للوضع الدولي. حزب العمال الكردستاني موجود من الثمانينات في مخيمات وعندهم هويات طبعاً عراقيين الداخلية. أكو بعضهم جنسيات عراقية وهم في الحزب حزب البككة، ويفترض نحافظ على هذا الوجود، مو يتحول إلى معسكرات وإلى عمل أعمال مسلحة، وبالتأكيد هذا راح تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المواطنين ودول الجوار. عفوا، خليني أبقى في المؤتمر الصحفي مع حضرتك والسيد أردوغان بخصوص التبادل التجاري بين العراق وتركيا. ذكرتم بأنه سيكون هناك زيادة في التبادل التجاري، نشهد أن العراق أصبح أسواق تركية، هل سنشهد تصدير لأي مادة عراقية إلى الخارج، إلى تركيا، إيران، أي دولة؟ في الزيارة كان لقاء مع الشركات التركية اليوم الثاني، وأغلبهم أنا اكتشفت أنه كل الشركات موجودة في العراق. يعني أنا كنت أتصور أن هذه الشركات أريد أن نعطيها فكرة عن الفرص الاستثمارية، كل واحد يتحدث ويقول أنا 10 سنوات موجود، أحد الشركات قال لي 40 سنة، وكلهم موجودين ومصانع موجودة عندهم. يعني القضية لا تقتصر على التبادل التجاري، مصانع أيضا، مصانع عندهم ويعملون مع شراكات مع قطاع خاص في مختلف الصناعات، فضلا عن الشركات اللي تنفذ مشاريع. يعني العلاقة مع تركيا مو فقط علاقة استيراد، نعم نعتمد على كثير من المواد خصوصا المواد الغذائية.
هذا هو يعتمد علينا احنا كيف ننشط هذه القطاعات. يعني اليوم تركيا هي مستعده لاقامه مشاريع البيوت الزجاجيه لزراعه كل المحاصيل الفاكهه والخضر وفق التقنيات الحديثه بدل ما تستوردها، هي مستعده لاقامه مشاريع صناعيه او مشاريع للمواد الغذائيه، صناعه المواد الغذائيه. اذا المجال مفتوح، اما ان نسلك التجاره وفعلا مثل ما تفضلت نكون سوق استهلاكيه لكل السلع المستورده وهذا امر غير صحيح، او لا نذهب الى شركات تعالوا انتم اشتغلوا عندنا نعطيكم التسهيلات وانتج مواد اوليه موجوده، سوق محليه ما شاء الله ايادي عامله موجوده وبكثره الله يوفقكم. دولة الرئيس، يعني خلينا نتحدث عن محور الانتخابات. مجلس النواب اقر قانون الانتخابات ووضع سقف اللي هو 2012 لاجراء الانتخابات المحليه اتحدث، وترك لرئيس الوزراء يعني حريه تحديد اليوم او مسؤوليه تحديد اليوم. جنابك التقيت مع مفوضية العليا للانتخابات، بالتالي هل وصلتم الى امكانيه تحديد موعد الانتخابات؟ هل هي جاهزه فنيا ولوجستيا لاجراء الانتخابات ضمن هذا السقف؟ حسب القانون الأخير والموعد أو السقف اللي حدده 2012 كموعد أقصى لإقامة الانتخابات مجالس المحافظات، على أثر القانون التقيت رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وبحثنا موضوع متطلبات إجراء هذه الانتخابات. بين المجلس أنه عنده جدول أو جداول بالإجراءات، هذه الجداول تبدأ 8/4 يفترض. طيب 8/4 حتى يصل إلى موعد 2012، هو ثبت 2012 موعد الانتخابات. نعم. يعني مو أقل من 20. ورسم العملية الانتخابية وفق الجداول اللي استعرضها بشكل مختصر على هذا السقف الزمني. نعم. نفس الوقت هناك قوة سياسية مهمة في البرلمان ترى ضرورة تغيير المفوضية بعد إجراء تغيير قانون الانتخابات، فحتى يحسم هذا الجدل سوف نذهب إلى تسارع في عملية أو الأعمال المطلوبة لإجراء الانتخابات. مجلس الوزراء من جانبه مهيئ ومستعد بنفس الوقت أن يمضي مع المفوضية لإكمال كل المتطلبات المالية والإدارية والقانونية والأمنية. مجلس الوزراء لا يرى ضرورة لتغيير المفوضية الآن، وهذا رأيي احنا نحتفظ به كحكومة، احنا نحترم القانون الذي صدره مجلس النواب، يقول المفوضية هذه تبقى ما عندنا مشكلة، احنا مو طرف سياسي حتى نريد أو ما نريد، لكن القوة السياسية اللي موجودة في البرلمان قسم من عتها عاد مشروع قانون، سودت مشروع قانون لتغيير المفوضية وتم تداوله ويحتمل أن يقدم. أقول هذا الجدل يكون يحسم في داخل أروقة مجلس النواب حتى تتمكن المفوضية من إكمال المتطلبات، الحكومة عامل أساسي في إنجاز هذه المتطلبات وتحديد المواد. بس أنا عندي الواضح الأول دولة الرئيس أنه جنابكم ما راح تشتركون كحزب الفراتين في انتخابات مجالس المحافظات، والواضح الثاني عندي أنه تشتركون بالانتخابات النيابية، بس المو واضح عندي هو راح تشتركون فقط بعنوانكم الفراتين أو ممكن يكون ضمن التحالف الإطار. يعني هاي الواضحات ما أدري نتيجة معلومات هتدي نتيجة معلومات. بالنسبة إن كمتحدث يعني كرئيس حكومة همي الأول الآن البرنامجي بصراحة، ما أفكر بأي مشروع انتخابي أو سياسي. أنا عندي التزام مع القوى السياسية كإطار تنسيقي اللي قدم ترشيحي لتشكيل الحكومة وكائتلاف إدارة الدولة. طيب. كحاضنة سياسية لتشكيل هذه الحكومة، فكل همي يكون على ثقة كيف أنفذ هذا البرنامج وأنجح في تحقيق أهدافي في خلال هذه المرحلة. أما المشاريع السياسية فمن السابق لأوان الحديث عنها. شكرا. الحمد لله علاقة
الحكومة بوسائل الإعلام العراقية هي جيدة، ووجودنا اليوم هو يعني خير دليل على ذلك، لكن تقييد الحريات اللي تمارس ضد القنوات العراقية، ضد الإذاعات أو الصحف أحياناً، وطبعاً بشكل فردي. أنا من الناس عندي برنامج اجتماعي هم الناس المرضى العاجزة، مع ذلك أحسب ألف حساب، صرت كل ما أريد أقول كلمة أو أتخذ موقف مع الناس والشعب، هو برنامجنا للناس. الاعتداءات، الهجمات اللي تعرضت لها مؤخراً مثلاً يو تي في، هذا أيضاً تصرف فردي. من يردع يعني ويبعد هذه التصرفات ضد القنوات العراقية ووسائل الإعلام بشكل عام؟ حرية الفرد تبدأ من حيث تنتهي حرية الآخرين. يعني ما معقول أنت تمارس حريتك بالشكل اللي يتعارض مع حريات الآخرين. نعم. اثنين، في مجتمع إلى تقاليده إلى أعرافه، في سياقاته، كن تحترم، وهذه موجودة في كل دول العالم حتى الدول الديمقراطية، لكن مو بالدرجة اللي يكون عامل مقيد ويكمم الأفواه. كحكومة نحن ملتزمون بحماية الحريات العامة والخاصة، بحماية الإعلام المهني، مو مجاملة أقولها. أنا عندي تجربة طيبة مع كل الإعلاميين طيلة مراحل عملي من قائم مقام بالألفين أربعة لغاية هذه. نعم. الإعلام أفضل شريك لأي مسؤول بالدولة فعلا في رصد الواقع. يعني اليوم المسؤول إذا يوظف جزء من وقته لمتابعة إعلام مهني، ثق أفضل له من تقارير تصل له وفق السياقات الرسمية وتكشف له هواي أمور. وكانت الطريقة هذه هي غير سليمة للمعالجة، وإن كان أكو اعتراض، يعني الطريقة أنه يعتداء على قنبلة صوتية أو لا هذا أو حتى التهديدات، هذا أعمال منافية وخارج القانون، هذا منتهي من اعتمار هذا النقاش، وواجبنا إحنا نحمي المؤسسات الإعلامية ونحاسب أيا كان. فأقول العلاقة، يعني هنا أريد نوضح كحكومة، يعني دائما نسأل بهذا الاتجاه، شنو موقفنا من الإعلام والإعلامية، المؤسسات الإعلام، المؤسسات الإعلامية المهنية، الإعلام المهني كله محترم ومقدر، واجبنا نساعده، نمكنه، نتواصل معه. احنا مصلحتنا أن نستقبل ما يرصد من قبل الإعلام الوطني المهني، هذا هو إطار العلاقة. لكن بنفس الوقت هذه الحكومة لا تخضع للابتزاز أبدا. بعض حشاكم من يمارس هذه المهنة لغرض الابتزاز والضغط، فأقول له يتعب نفسه، أصلا إحنا ما عندنا وقت حتى نلتفت لهذه المحاولات. جميل. عندنا عمل وعندنا هدف وعندنا إعلام مهني إحنا معنيين بحمايته والتعاون معه وتثمين كل جهوده اللي يبذلها في خدمة البلد. بوجودك نتأمل خير إن شاء الله. يبارك. طيب دولة الرئيس، يمكن بالسؤال عرضي، قالوا من يحكم يحكم بغداد يحكم العراق، ومن يترك بصمة في بغداد يترك بصمة في كل العراق. على سبيل المثال، يعني لما نشوف القشلة نتذكر مدحت باشا، بس يروح بالنا على مدحت باشا. اهتمامك هسه بمداخل بغداد وتطويرها جاي طباع، يعني اهتمامك مثلا بتفاصيل بسيطة يمكن خافية على كل من تعاقبوا على رئاسة الوزراء خلال 20 عام، يعطي دليل بأنه أنت تريد تترك بصمة ببغداد ليخلد اسمك بالتاريخ. وجهة نظرنا فعلا تنطبق مع ما تصبو إليه، أم أنه مجرد هو عمل وينجز وفي ماله؟ مرة أنت تترك فتشاهد عمراني في صرح معين، بس هو مو أولوية للمواطن. مرة لا، أنت كمسؤول ترى أن هذا العمل محتاج المواطن، أصلاً مسبب له معاناة خدمية، معيشية، اقتصادية، واجبك الأخلاقي الشرعي أنه تنفذه. أنا من أتكلم عن الخدمات لأن أتحسس المواطن ومعاناته، من أتكلم عن بغداد التي لم تشهد أي
مشروع لفك الاختناقات المرورية منذ الثمانينات. خو ما حد أكو واحد يختلف معاي بهذا التشخيص؟ صحيح. ماكو، هذا نفس الشوارع نفس الجسور، والأعداد تزايدة تجاوزنا 8 مليون. صحيح. ما نقدر نعيش في هذه الحيز من خكون نحسن من واقع هذا. دائما أقول للأخوة الأخوات في مجلس الوزراء، أقول له أنت فكر بنفس تفكير المواطن اللي يطلع الصبح من بيته ويرجع، شوف خلال هذه الفترة إيش كم ساعة، إيش كم حالة تزعجة، وإيش كم حالة تفرح، فشوف الحالات اللي تزعجة وجد لها الحلول ضمن نطاق عملك. هو هذا المقياس والمسار اللي وصلنا للنجاح ورضا المواطن. وإلا إذا أنا ننعزل في عالم آخر ونعتقد أن إنشاء قصر بهذا الأبهة وهذه الفخامة يخلدنا ونكتب عليه اسمنا مثل ما مكتوبة أسماء موجودة، هذا زائلة. أعتقد العمل اللي نتركه اللي هو لدى المواطن، أنا أتألم بصراحة كرئيس وزراء من أشوف الأهالي يستبشرون ويقدمون عبارات الشكر والثناء على أعمال خدمية قدمها الجهد الهندسي. بسيطة. أتألم. وهي بسيطة طبعا. وهي بسيطة، وهي الحد الأدنى من ما مطلوب من عندنا. احنا واجبنا نقدم الأكثر لمواطننا اللي صمد وتعب وضحى وعانى الكثير. فكون على ثقة، البوصلة هو كيف نخدم المواطن وليس شيء منجز شخصي نحاول نحققه. طيب، يعني نقدر نقول سيد محمد الشاعر السوداني يحاول إعادة إحياء أمجاد بغداد. تستحق بغداد. بغداد قبلة العالم. يعني البصمة اللي راح تتركها إن إعادة إحياء هذا المجد. أخي إحنا نتشرف أنه نحمل هذه المسؤولية، نتشرف أنه نتقدم الصفوف ونخدم بلد مثل العراق وعاصمة مثل بغداد. هذا شرف ما بعده شرف، ودائما أنا أقول أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن اليوم إحنا في هذا الموقع اللي نخدم بلدنا وشعبنا. بغداد تستحق من عندنا. بغداد أنت ما تشوف السحر اللي عند هذه العاصمة في نفوس كل العرب والعالم، يجي يتغدى وحتى الاسم بفت نغمة خاصة تختلف أجواها تاريخها. قبل فترة مبادرة للأخوة المصارف وبعض المؤسسات اللي تتعلق بالمرحلة الأولى كان شارع المتنبي، بدينا الآن بالمرحلة الثانية والثالثة اللي ممتدة من وزارة الدفاع إلى ساحة معروف الرصافي. هذا المربع في تاريخ من الخلافة العباسية لحد الآن، صحيح، في مواقع أثرية، يعني يمكن أكثر من 26 موقع، كل موقع هو مزار للعالم كله في هذا المربع. هذا ما يستحق من عندنا نأهله ونقدمه بالصورة اللي تليق بالتاريخ وتكون متاحة لكل المواطنين السياح من مختلف دول العالم أنه يجون لبغداد. هذا واجبنا. طيب، خلينا نجي على يمكن الملف الأخير وهو ملف علاقة الحكومة بالمواطن. يمكن بعد 6 أشهر صار انطباع بأنه رئيس الوزراء ذكر في لقاء صحفي بأنه يعمل هو 17 ساعة. تمام. البعض ذهب باتجاهات ثانية، يقول لك 17 ساعة الآن يحاول السيد السوداني الحفاظ على النظام السياسي، استعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي. ليس مجرد العمل وتقديم الخدمات وإلى آخره، لكن هو يريد اليوم إعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي والحفاظ على هذا النظام. هل فعلا تريد الحفاظ على هذا النظام السياسي؟ الطريق للحفاظ على النظام السياسي هو في استعادة ثقة المواطن، لأنه لا يختلف اثنان على أن هذه الثقة اهتزت ووصلت إلى منسوب منخفض جدا، والرسائل كثيرة على مستوى الانتخابات اللي هي أوضح صورة. أنا أتقبل هذا النظام، أتفاعل معه من خلال الانتخابات، وإذا نحن في انتخابات 2018 عزوف
تظاهرات 2019 رسالة واضحة، انتخابات 2021 عزوف واضح، أكو أبلغ من هذه الرسالة على أن هذا النظام السياسي لا يحظى بثقة غالبية الشعب؟ إذن هو هذا التحدي اللي أمامنا، مو تحدي داخلي أمني سياسي اقتصادي غيره، تحدي كيف نكسب ثقة المجتمع، كيف، شو الطريقة؟ بالمصداقية، بالمصداقية جدا مهمة. دائما أقول لا نتحدث في شيء لا يمكن تحقيقه، كون اللي نتحدثه يصير حتى المواطن يشوف هالشيء ملموس، والمواطن هم بعد ما تعبر عليه هاي الشغلات الفيسبوكية والإعلامية كلاوات ما تعبر عليه، لا يريد المصداقية، يريد يحس أنه هذه الدولة تحترمه حتى يحترمها، وهذا واجب. جميل، راح تقدر السيد محمد الشاعر السوداني يستعيد ثقة المواطن إن شاء الله؟ إن شاء الله. دولة الرئيس احنا طلنا عليك وشكرا لوقتك، نتمنى منك بهذا الضغط الإعلامي والسياسي الهائل على المواطن العراقي، واحنا داخلين على عيد ان شاء الله عيد خير وبركة عليك وعلى العراقيين كلهم، يسمع منك كلمة اطمئنان لما تراه هسه، اذا تشوف انت الوضع غير شكل قول لنا، لا تضم علينا، بس اذا تشوف الوضع يعني متفائل، اذا تشوف الوضع يعني بمجال انه احنا نشوف ضوء، ما نقول بنهاية النفق، لا ان شاء الله احنا الطريق مفتوح للعراق، بلد عظيم وكبير، فالمواطن يريد يسمع من عندك، لانه كل جهة سياسية، كل حزب سياسي، كل موقع او كل حتى كل وكالة صحفية او كل وسيلة اعلام لها هدفها اللي تحاصر به المواطن او تبث به رسالتها المعنية، قد تكون إيجابية أو سلبية، لكن المواطن يريد يسمع من رئيس الوزراء الموقع التنفيذي الأول اللي يشوفه لمستقبل البلد. وأيضا قبل ذلك عندي يعني استدراك بسيط، سمعنا أنه أكو مفاوضات روسية أوكرانية في العراق، فهل ستبدأ هذه المفاوضات الأوكرانية بالملف الخارجي؟ بس بقى ببالي من يصير تشو، وأكو مفاوضات لدول أخرى مستقبلا أو في الأسابيع القادمة داخل العراق، ولا تنسى الرسالة للمواطن. نعم، بالنسبة للمفاوضات، العراق ولله الحمد مستمر بدوره الريادي في التقريب بين وجهات النظر المتباينة على مستوى المنطقة حتى العالم. ما سألت عنه بخصوص الأزمة الأوكرانية الروسية، كان هناك اتصال من الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وتكلمنا في كثير من المواضيع، منها أنه أبدينا استعدادنا بحكم ما لدينا من علاقة طيبة مع روسيا وأوكرانيا. اليوم هناك زيارة لوزير الخارجية الأوكراني، وسوف يكون حديث في هذا الجانب، من مصلحتنا تخفيف حدة هذا العنف والتطورات التي تضر ليست في المنطقة وإنما بالعالم. أما الرسالة، بالتأكيد أنا أشكركم على هذا الحوار، وأتمنى لكم كل التوفيق، وكل عام وأنتم عوائلكم الكريمة شعبنا العراقي بألف خير، ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك. الرسالة اللي أريد أوجهها من خلالكم للمواطن العراقي، لأبناء شعبنا العزيز، أقول أن الحكومة والدولة بسلطاتها كافة بالتأكيد هي المسؤول المباشر عن كل ما يتعلق بأوضاع البلد، هي المتصدية اليوم، الحكومة هي المتصدية للشأن العام الاقتصادي الخدمي الاجتماعي المعيشي، وهي مطالبة بأداء واجباتها وتنفيذ مهامه بحكم هذه المسؤولية. ومثل ما تحدثنا في كثير من المحاور، مشاريع خدمية، تنمية اقتصاد، كافح الفساد، نحافظ على وضعنا الوطني، استقرارنا المجتمعي، مكونات أطياف الشعب العراقي، هذه كلها أهداف وبرامج واتفاقات سياسية مطلوبة من عندنا المتصدين، من القوى السياسية، من السلطات. لكن ما هو المطلوب من المواطن؟ وأكيد المواطن
شريك أساسي في هذا العمل كله في مكافحة الفساد. نعتمد على وجودك كموظف كمسؤول في مختلف المواقع أن يتمتع بقيم الأمانة والنزاهة والحرص، وأن يكون شريك في الرصد لأي حالة، في الأمن كذلك، في الخدمات. البارحة أنا فطرت مع عمال النظافة وسألتهم شلون تجاوب المواطنين معاكم كذا، الأجوبة متباينة بيها زين وبيها مو زين. حتى هذا يحتاج له تعاطي إيجابي وتفاعل. إذن المواطن عليه دور، هو أصل السلطة اليوم بالذات في نظامنا السياسي تعتمد على الشعب. متى ما كان المواطن والشعب فاعل، وإن شاء الله شعبنا اللي قدم تضحيات والذي كان حاضرا في كل الملمات، يعني نتذكر من سقط ثلث العراق من الذي انتخى؟ الشعب. الشعب انتخى وقدم أبناء شهداء وجرحى في سبيل استعادة الأرض. أقول هذا الشعب المضحي المجاهد الصابر، نأمل وكنا ثقة مطلقة أنه سوف يستمر في دعم الدولة وسلطاتها والقيام بدوره بالشكل الذي ينقل العراق إن شاء الله إلى بر الأمان. كل التحديات اللي موجودة أمامنا واقعية، وما نريد نتكلم بلغة تفاؤل مفرطة، لكن هناك من الفرص المهمة للنجاح والممكنة، وأنا أتحدث وأنا مسؤول عن كلمتي، فرص النجاح متاح وممكنة متى ما كاتفنا كنا، متى ما شعرنا كنا أنه كنا مسؤولين. العراق مسؤوليتنا، المسؤول اللي قاعد هنا في الموقع أو المواطن اللي قاعد في البيت، وهذا هذا اللي راهد عليه، وهو طريقنا إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن ينقل العراق إلى واحة من الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية. شكرا لكم، تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح. الشكر والامتنان مرة أخرى مني ومن زملاء الصحفيين والإعلاميين لهذا الوقت الذي أعطيتنا إياه، ونتمنى لك الموفقية مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم. بارك الله بكم. وشكرا للمشاهدين الكرام، نلتقيكم على الخير والبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.